أنتقل بالكلمة إلى زميلي وحبيبي وأخي المهندس الفاضل سيادة المهندس عمر سليم. صراحة له فضل كبير على المبادرات بشكل عام. نحن نستلهم صراحة أفكارنا ونشاطنا ومبادراتنا من هذا الإنسان العربي الأصيل الذي أخذ على عاتقه تنمية وتطوير المحتوى العربي في مجال رقمنة الميدان، البناء والتشييد والعمارة في الهندسة المدنية والمعمارية، من خلال إطلاقه مبادرة Building Information Modeling، نمذجة معلومات البناء العربية BIM Arabia، وهو يقود حملة موسعة للتدفق المعرفي والدعم لبناء مجتمع مهني متكامل. صراحة يعني أعتقد أن الآن تجاوز آلاف الساعات من المحتوى المرئي عالي الجودة، عالي الجودة من ناحية المحتوى ومن ناحية الضيوف ومن ناحية الخبراء والمهندسين الذين يستضيفهم المهندس عمر سليم في مبادرة أوبن ستريت ماب، مبادرة بيم أريبيا آسف. وكذلك بالتجهيزات والاهتمام والمواصلة العمل بشكل مستمر والتنسيق الدائم. صراحة يعني أسأل الله أن يجعله في ميزان حسناته، ويشرفنا في هذا اليوم أن يكون معنا سيادة المهندس عمر سليم، ونشكره جزيل الشكر نيابة عني وعن الاتحاد العربي للمساحة وعن الجمعيات خريطة الشارع المفتوحة في جميع الدول العربية أنه قبل الدعوة. وتفضل سيادة المهندس عمر سليم بإلقاء كلمة خريطة الشارع المفتوحة مصر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية أحب أشكر أستاذنا الفاضل، طبعا هو يعتبر مؤسس أوبن ستريت ماب في الوطن العربي، المهندس الدكتور عبد الرحمن. يعني إحنا سمعنا عن أوبن ستريت ماب منه، وما شاء الله يعني سعيد جدا بتواجدي مع السادة الأفاضل اللي اتعلمت من كل واحد فيهم كتير جدا. النهاردة هنتكلم عن أوبن ستريت ماب إيجيبت. الحمد لله في عدد من الدكاترة الأفاضل اللي هيشاركوا معانا في تأسيس اوبن ستريت ماب. احنا حتى الآن ما أسسناهاش رسمي، بس بدأنا نجمع الناس المهتمين بموضوع الاوبن ستريت ماب والمهتمين بالجي اي اس. يمكن النهارده مثلا قبل المحاضرة بدقائق كان احد الافاضل اللي عنده مشكلة في ان هو عايز ياخد حاجات خرائط معينة وحاجات جيولوجية معينة، فمش لاقيها ولاقيها بفلوس كتيرة جدا. فدخلنا على اوبن ستريت ماب وبعت لي رسالة ان هو خلاص الحمد لله قدر يحملها واشتغلت الحمد لله واتحلت المشكلة. حاليا عندنا مشكلة تانية كانت في محادثة برضه كان فيها الدكتور عبد الرحمن، موضوع ان احنا عايزين نخش في موضوع المدن الذكية ونحول المدن القائمة بالفعل لمدن ذكية. ففي مشكلة في الخرائط والمعلومات والحاجات دي كلها، فاحنا لقينا ان افضل حل هنشتغل بيه هو اوبن ستريت ماب، بالتعاون طبعا ان شاء الله مع نقابة المهندسين في مصر ومع الناس المتخصصة في الجي اي اس. ان شاء الله نعمل شغل قوي جدا بحيث ان احنا نبني المدن للانسان. احنا مش هدفنا ان احنا نعمل سمارت سيتي قد ما هدفنا ان احنا نعمل مدن الانسان يكون مستريح فيها ويكون حاسس ان هو بيلاقي الراحة النفسية اللي فيه. مثلا شوارع مش مزدحمة، الشوارع تكون نقدر نلاقي حلول لمشاكل الزحمة، بالذات ان احنا عندنا في القاهرة من اكبر المدن ازدحاما. والاوبن ستريت ماب من ضمن الحاجات اللي هي الاوبن سورس القويه جدا اللي احنا بنقدر نعتمد عليها، وبدانا فعلا لقينا برامج كتيره جدا بتشتغل بيها. يعني احنا اصلا اثناء الشغل بتاعنا بنشتغل ساعات مثلا ببرنامج زي الانفرا وركس 360، لقيناه معتمد تماما على اوبن ستريت ماب بما يدل ان قوه البرنامج. لقينا برنامج مثلا الاوتوكاد بيقدر ياخد برضو الحاجات من هناك، برنامج اليومن للإظهار برضو لقيناه معتمد على الأوبن ستريت ماب. في برامج كتيرة جدا معتمدة على الأوبن ستريت ماب زي سايبر سيتي و كيو جي اي اس، نقدر ناخد برضو من الأوبن ستريت ماب. الارك جي اي اس برضو بياخد من الأوبن ستريت ماب. فالفكرة برضو ظريفة جدا الموضوع اللي قال عليه دكتور عبد الرحمن اللي هو أوبن ستريت كام، ان احنا نقدر نصور الشوارع واحنا راكبين السيارة
فموضوع كويس جدا. انا حاليا مش موجود مثلا في مصر، موجود في قطر. طول ما انا موجود في السياره ببدا اصور الشوارع، في ناس متخصصه بالجي بي اس بتبدا تغطي الموضوع دوت. والاوبن ستريت ماب ليه استخدامات كتيره جدا. يعني مثلا في 2010 كان حصل زلزال في مدينه هيتي، بداوا الناس تتطوع انها تصور كل حاجه بحيث الناس تقدر توصل للاماكن اللي فيها مشكله وتبقى عندهم درايه بكل الحاجه اللي بتحصل. طبعا لما تدخل على خريطه اوبن ستريت ماب تلاقي ما شاء الله دكتور عبد الرحمن عامل شغل جامد جدا في ليبيا. ان شاء الله نحاول لنفسه في مصر منافسه حميده، وان شاء الله يعني نحاول نغطي كل المدن في مصر في وقت قصير. بنجمع المتطوعين دلوقتي وان شاء الله نعمل برضو شغل كويس جدا. الميزه ان ممكن واحد يتطوع وهو مثلا مش دارس الجي اس او مش دارس كل حاجه، مجرد ان هو بيصور الاماكن او ان هو مثلا بيضيف الموديل 3 دي للخريطه، بيفيدنا كتير بعد كده اثناء الشغل بتاعنا ان احنا نبقى عارفين اخر حاجات موجوده. مثل الاوبن ستريت ماب ان انت تقدر تعمل خرائط خاصه بيك، مثلا ممكن تعمل خرائط سياحيه، ممكن تعمل برنامج لو في مثلا رشوه في مكان، مجرد بس تدوس كليك فالناس تبدا تعرف ان في مشكله في المكان دوت. ناس كتيره بتقول ان في مكان فيه مشكله رشوه مثلا او كده، او في مثلا كوفيد 19. يعني في ناس كتيره عامله برامج خاصه بالكوفيد 19 بحيث ان انت مجرد بس لو في حاله تبدا تضغط فالناس تبقى عارفه ان المنطقه دي بقى فيها مشاكل، حاول تبعد عنها، او في مثلا تفجيرات لا قدر الله فيبدا برضو يعمل تسجيل للنقاط ديت. فهي فرصة كويسة جدا ان احنا عندنا تكنولوجيا قوية جدا وناس كتير اشتغلت عليها، ونقدر ان احنا نبدأ من حيث انتهى الاخرين، ونبدأ ان لو حد بيبرمج يطور البرمجة، لو حد عنده استعداد ان هو يشترك في موضوع التصوير يشارك. وان شاء الله نبقى في محاضرات متخصصة بتعاون مع الدكتور عبد الرحمن في موضوع الاوبن ستريت ماب لنشر الفكرة، ولان ده بيسهل علينا كتير جدا اثناء ما احنا شغالين. وان شاء الله يعني بالتوفيق، وآسف لو كنت طولت عليكم. السلام عليكم. الجزيل بس عمر سليم صاحب مبادرة بيم إريبيا، والذي صراحة اسم أوسم إريبيا أنا استلهمته واستوحيت الفكرة من فكرة أوبن ستريت ماب، من فكرة بيم إريبيا. دائم العطاء ودائم المشاركات والاهتمام والدعم. بارك الله فيك أخينا مهندس عمر. جزاكم الله خير. الآن أتقدم بدعوة السيد الأستاذ فتاح محمد المختار لإلقاء